النشرة الرئيسية عبر قناتي الاقتصادية الأولى، معي أنا نور الهدى بوشوخ، والبداية بالعناوين. إنزال وزاري في ملتقى الزراعات الاستراتيجية وتحسين السلالات المحلية بولاية عامة يترجم الاهتمام بالفلاحة الصحراوية. مديريات والسكن تشرع في اختيار الأرضيات الخاصة باحتضان مشاريع سكنات برنامج عف 3 الذي ستنطلق تسجيلاته يوم الخامس جويلية المقبل. في الرياضة، تميز عهد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بالاعتماد على الدماء الجديدة وإعلان نهاية عصر الكوادر التقليدية. أهلا بكم من جديد. إذن انطلقت اليوم بولاية عامة أشغال الملتقى الوطني آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية بمشاركة طاقم وزاري مكون من وزراء الداخلية، الفلاحة، الصناعة، الري والبيئة، بحضور ولاة الولايات المجاورة لولاية عامة، وهي بشار سعيدة أدرار تميمون وابن عباس، إضافة لرؤساء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين. المزيد مع مبعوثة قناة الاقتصادية الأولى إلى النعامة أميرة مكيدش. أفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. هذه الولاية عرفت تحسنا نوعيا في مجال التكفل بالظروف المعيشية وتتطلع لتكون قطبا اقتصاديا حقيقيا في ظل تسهيلات ومنح العقار الاقتصادية، وبالنظر لما تسخر به الولاية من مقومات شساعة المساحة الزراعية، وفرة المياه الجوفية الهائلة، وكذا الطاقة الكهربائية بشبكة تغطي كافة ربوع هذه الولاية وحتى الهياكل القاعدية، مما سيسمح ببعث مشاريع واعدة في الزراعات الاستراتيجية، خاصة وأنها تتوفر على عقار صناعي بعدد معتبر للاستيعاب للصناعات التحويلية. الإنزال الوزاري بولاية عامة رفقة الولاة ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للبحث في سبل رفع سقف الاستثمار والزراعات الاستراتيجية في هذه الولاية بتخصيص 80,000 هكتار لمختلف الزراعات الاستثمارية. تشجيع الاستثمار لا سيما في عدد من الشعب الاستراتيجية، وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من منتجات فلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليا. نرفع التحديات ونرفع السقف نحو الزراعات الاستراتيجية، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء واللي يجمعنا اليوم مع كل الفاعلين، مع سادة إطارات الدولة من وزراء وكل سادة المدراء، لليوم نناقش ونسمع كل حوار. ويعد الملتقى فرصة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الصناعية وكذا إعادة الاعتبار للسلالات المحلية، حيث تحتل الولاية المرتبة الخامسة وطنيا في تربية المواشي وتنوع سلالاتها. السلالات الحمراء أو الدغمة وتثمينها مما سيساهم في الإنتاج الوطني في اللحوم الحمراء. تندرج هذه السلالة ضمن استراتيجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء والحفاظ على إرثنا الجيني الزراعي وتثمينه. رهان اقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي بخلق استثمارات فلاحية وصناعية بهذه الولاية الفتية لجعلها منارة للإقلام. دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه، تشجيع الاستثمار لا سيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من منتجات فلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية. على السلالات الحمراء أو الدغمة وتثمينها مما سيساهم في الإنتاج الوطني في اللحوم الحمراء. تندرج هذه السلالة ضمن استراتيجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء والحفاظ على إرثنا الجيني الزراعي وتثمينه. يهدف هذا الملتقى إلى استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية والصناعية الغذائية في
في ولاية النعامة لما تمتلكه من مؤهلات لا سيما وفرة الأوعية والعقار من العقار والذي له مساحات كبرى في الولاية. من جهة أخرى، أمضت اليوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتفاقية بحضور كل من وزيري الداخلية ووزير الصناعة مع المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، وذلك على هامش أشغال الملتقى الوطني الذي تحتضنه ولاية عامة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة في البلاد، وتعزيز المشاريع الزراعية وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي. بعد كل من إفريقيا وأوروبا، تدخل الجزائر القارة الآسيوية عبر البوابة الصينية لإطلاق بنك جزائري هناك قريبا، وهو ما أعلن عنه وزير المالية العزيز فايد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقية. تقرير هاجر حاشي. في خطوة تهدف لتعزيز المنظومة المصرفية بالخارج، تعتزم الجزائر فتح بنك في الصين قريبا، وذلك بعد إطلاق بنوك فرعية بكل من إفريقيا وأوروبا. وتندرج هذه الخطوة الجديدة ضمن مخطط عمل الحكومة الذي توليه الدولة طابعا استراتيجيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي. انتشار البنوك الجزائر في الخارج سيستمر في سنة 2024 و2025، يعني بعد البنك في موريتانيا والسنغال. نتمنى أن في هذه السنة أن تفتح أيضا البنك الخارجي في باريس، وأيضا في البنك الجزائري في كوت ديفوار. ونعمل حاليا لفتح البنك الجزائري في الصين. ومن المرتقب تدشين البنك الجزائري بفرنسا الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية خلال العام الجاري، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما سيفتح بنك الجزائر الخارجي 5 وكالات في المدن الفرنسية التي تحتضن عددا كبيرا من الجالية الجزائرية. هذا يعني يعطي نية للسلطات للتوسع في فتح بنوك جزائرية في خارج الوطن. فبعد يعني فتح فروع في افريقيا، اصبح التوجه الان نحو اسيا. ولكن مع ملاحظه فقط، يعني قلناها مرارا بان هذه البنوك الفروع البنوك الجزائريه خارج الوطن هي تفيد في شيئين. يعني اولا تفيد في تحصيل يعني الموارد الماليه للمصدرين، وايضا تفيد في تحويلات المهاجرين. فلذلك نحن في افريقيا، يعني مثلا في السنغال او في موريتانيا، تنفعنا في تحصيل إيرادات المصدرين لأننا نحاول غزو الأسواق الإفريقية. وبالنسبة للصين، لو طبقنا نفس القاعدة نجد بأنه لدينا مثلا الصين هي بلد مستورد منه أكثر مما نصدر إليه. مع ذلك يعني هي خطوة في اتجاه التوسع في فتح فروع البنوك الجزائرية خارج الوطن. وتأتي هذه الخطوات كضرورة حتمية في خضم الإصلاحات البنكية التي تقوم بها الجزائر تماشيا مع سياسة إنعاش نشاط التصدير الذي يعول عليه المستثمرون الجزائريون الباحثون عن الاستثمار في الخارج وإفريقيا في عديد المجالات. النظام المصرفي يعتبر قاطرة كل يعني القطاعات الأخرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني مثلا نظام الرقمنة الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية ووضعه يعني ضمن البرامج المحاور الكبرى لبرنامجه، قال مرارا بأنه يجب أن يبدأ من القطاع المالي والقطاع المصرفي، لأنه هو القطاع الذي يقود كل القطاعات الأخرى. فلذلك يعني نتمنى أن يكون إسراع أكثر، لأنه الناس يعني الآن تتحدث عن التكنولوجيا المالية، تتحدث عن بلوك تشين، تتحدث عن يعني الأمور التي ما زلنا بعيدين عنها. ونحن يعني في النظام المصرفي لم نطبق حتى يعني إجبارية الدفع الإلكترونية الذي تأجل مرارا وتكرارا يعني منذ سنة 2018، وهو يتأجل لحد الآن يعني إلى نهاية سنة 2024. وتعكف السلطات الجزائرية على تحقيق هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات بعدما حققت ما يفوق 5 مليارات دولار الأعوام الأخيرة. ومن المتوقع أن تحقق صادرات الجزائر خارج المحروقات حوالي 7 مليار دولار هذا العام.
قررت حركة النهضة دعم ترشيح رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف، وأوضحت الحركة في بيان لها أن مجلس الشورى الوطني للحركة اجتمع في دورة استثنائية وتناول في جدول أعماله نقطة واحدة تتعلق بطبيعة حضور الحركة في الرئاسيات المقبلة، حيث قرر المجلس دعم ترشيح عبد العالي حسن شريف رئيس حركة مجتمع السلم في رئاسيات 7 سبتمبر. من جهته قرر حزب تجمع أمل الجزائر تاج المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت أنه سيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لمناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأوضحت زرواطي أن تاج يؤكد في كل مرة على ضرورة تكريس الاحترام الكامل ومواجهة كل التحديات، خاصة ونحن مقبلون على محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، تضيف ذات المتحدثة. إن حس تجمع للجزائر تاج منخرط بكل هياكله وإطاراته ومناضليه في مسعى إنجاح موعد 7 من شهر سبتمبر المقبل إلى 7. قرر حزب تجمع أمل الجزائر تاج بعد اجتماع مكتبه السياسي اليوم، قرر التفعيل الفوري لعمل اللجان الانتخابية على مستوى المكاتب الولائية للحزب عبر كامل التراب الوطني من أجل التحضير للعملية الانتخابية المقبلة. في سياق آخر، الآن نظمت سفارة الجزائر بلبنان يوماً إعلامياً حول تعزيز الاستثمار في الجزائر، مرتكزاً على التشريعات الجديدة للاستثمار برعاية سفير الجزائر بلبنان. وحضر الحدث شخصيات بارزة من السلطات اللبنانية ورجال الأعمال الجزائريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية. كما شاركت باليوم الإعلامي مؤسسات وهيئات جزائرية ذات صلة بالاستثمار. بعد أن أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 ابتداء من 5 جويلية المقبل، شرعت مديريات السكن عبر مختلف ولايات الوطن في التحضير للبرنامج. المزيد مع أمين وكالي. سكنات عدل في برنامجها الثالث، والتي لطالما انتظرها المواطنون الجزائريون بفارغ الصبر، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خنشلة عن بداية التسجيل فيها 5 من شهر جويلية القادم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب. وهو ما يغلق نهائيا تساؤلات المواطنين عن الموعد المحدد لانطلاق التسجيلات. هذه الصيغة التي تهم الكثير من الجزائريين والجزائريات، لا سيما منهم العائلات ذات الدخل المتوسط، وحتى تسديد الأعباء في هذه الصيغة عبر مراحل مختلفة، ويبقى القسط الأكبر يسدد عبر مراحل دورية شهرية، أي أن المستفيد أو المنتسب يسدد مبلغ معين حوالي 6000 دينار جزائري شهريا حتى يسدد الأعباء نتاعه كاملة ويستفيد من ملكية هذا المسكن الخاص به. وفي ذات الشأن، فقد شرعت مديرية السكن عبر مختلف ربوع الوطن باختيار الأرضيات التي ستنجز عليها هذه المشاريع والتي سترفع غبن العديد من المواطنين. شرعت مديرية السكن ومديرية السكن والتعمير والهندسة المعمارية عبر مختلف ربوع الوطن لاختيار الأرضيات المناسبة لتجسيد هذه المشاريع، وهذا أيضا مؤشر إيجابي على أن فيه صرامة في الملف، فيه جدية. وحسب تصريحات لوزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي، فإن سكنات عدل 3 ستتميز بطابع عمراني جديد، كما أن السكنات الجديدة المشيدة بمناطق التل والوسط والجنوب ستكون بطابع عمراني خاص. هذا المشروع الإسكاني الذي يعتبر البرنامج الأكثر ملائمة للطبقة المتوسطة نظراً للأسعار التي طرح بها منذ إطلاقه عام 2001، وكذا التسهيلات في عملية الدفع.
حذرت منظمات دولية من تفاقم الأوضاع جراء المجاعة في السودان إثر دخول الحرب في البلاد عامها الثاني واستمرار أطراف الصراع في منع الوكالات الإنسانية من تقديم الإغاثة للسكان. تفاصيل أكثر في تقرير إلهام زروقي. تدهور الوضع الإنساني يطغى على المشهد السوداني بعد مرور أكثر من سنة على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث ما زال السودانيون تحت وطأة القصف والجوع. حرب حصدت أرواح آلاف المدنيين وتركت الملايين في قوائم النازحين. الوضع الإنساني الكارثي يؤرق المنظمات الدولية، حيث حذرت الجمعة 19 منظمة إنسانية عالمية منها 12 منظمة أممية من حدوث مجاعة وشيكة في السودان إذا ما استمرت أطراف الصراع في منع الوكالات الإنسانية من تقديم الإغاثة للسكان. ويتهدد خطر المجاعة حوالي 18 مليون سوداني، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيان مشترك صادر عن مسؤولين بالأمم المتحدة منهم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تروك، ويرسم أقصى السيناريوهات الإنسانية على الإطلاق إثر استمرار الحرب الأهلية والتي ستكون لها عواقب كارثية سيدفع ثمنها الأبرياء خصوصا الأطفال. شبح المجاعة يخيم على سلة غذاء العالم ويرسم أقصى السيناريوهات الإنسانية على الإطلاق إثر استمرار الحرب الأهلية والتي ستكون لها عواقب كارثية سيدفع ثمنها الأبرياء خصوصا الأطفال. صراع الإخوة الفرقاء المستمر أغرق السودان وساق إليها واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمة جوع في العالم، بل وأخطرها يقترب أكثر فأكثر إلى هناك. وفي سياق آخر، خصصت شركة بايدانس الصينية مجموعة من المهندسين والمبرمجين لبدء عملية إنشاء نسخة من تطبيق تيك توك موجهة للولايات المتحدة الأمريكية عقب إقرار مشروع القانون المؤيد لفصل أعمال التطبيق في الولايات. خديجة بوطيش والتفاصيل. إعرابا عن رفضها بيع أصولها للولايات المتحدة الأمريكية، تعمل الشركة الصينية بايت دانس على إنشاء نسخة خاصة بالولايات المتحدة لتطبيق تيك توك تفاديا لقرار المحكمة الفيدرالية بحظر التطبيق أو تقييده في الولايات المتحدة. يعمل مهندسو ومبرمجو الشركة الصينية الأم على استنساخ الخوارزمية الأساسية لتطبيق تيك توك قصد إعداد نسخة مخصصة للمستخدمين الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم. تمثلت هذه الخطوة في إصدار نسخة مستقلة قانونيا وأكثر قبولا بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، وذلك بإزالة بعض اللوغاريتمات وإضافة أخرى، وهذا ما سيحدث المفارقة على صعيد برمجة التطبيق دون أن يلاحظ المستخدم تغييرات كبيرة. جاءت هذه الخطوة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي قانوناً يقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، إذ رفضت الشركة المالكة بيع التطبيق في مدة سنة من وقت إصدار القانون الذي جاء في ظل قلق مسؤولي الاستخبارات الأمريكية من السلطات الصينية التي قد ترغم الشركة على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو توجه الشركة إلى حظر أو دعم المحتوى الذي يخدم مصالحها. وفي أخبار الرياضة، شهدت قائمة الناخب الوطني بيتكوفيتش المعلن عنها سابقا تحسبا لتصفية كأس العالم 2026 غيابا تاما لكوادر المنتخب الوطني لتربصها الثاني على التوالي، ما يلمح إلى نهاية جيل الخضر السابق وبداية جيل جديد. المزيد مع أيمن فريحة. مزيج من الذكريات الجميلة والتوقعات الكبيرة وبوادر رحيل جيل ذهبي للخضر حقق إنجازات لا تنسى وبداية عصر جديد يحمل في طياته آمالاً وتحديات جديدة. على مدار العقد الماضي تألق جيل من اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني مسطرين صفحات مشرقة في تاريخ الكرة الجزائرية، تركوا بصمة في قلوب عشاق الخضر يتقدمهم الهداف التاريخي للأفناك إسلام سليماني الذي لم يخيب جمهور المنتخب الوطني في أحلك الظروف. صوفيان فيغولي، رياض محرز، كلها أسماء صنعت تاريخا وفصلا جديدا للمنتخب في سماء القارة الإفريقية. على خطى حليلوزيتش منذ أعوام من الآن، والذي تمكن من صنع إنجاز تاريخي بمونديال البرازيل 2014 بأسماء شابة. أظهر قائد كتيبة الخضر بيتكوفيتش من خلال القائمة المعلن عنها أن المنتخب يسعى إلى ضخ دماء جديدة بالمنتخب والتخلي عن كوادر الفريق
بالرغم من تألق بعضهم هذا الموسم على غرار هداف البطولة الوطنية يوسف بالليلي. رؤية جديدة وواضحة ظهرت معالمها منذ التربص الأول في عهد البوسني، تهدف إلى الاعتماد على جيل جديد قادر على حمل مشعل المنتخب لأعوام قادمة، على غرار صاحب 22 عاما أنيس حج موسى مهاجم العملاق الهولندي فاينورد ومنصف بكرار مهاجم نيويورك سيتي وغيرهم من الوجوه الشابة. نهاية جيل كوادر المنتخب وبداية جيل جديد في عهد بيتكوفيتش هي فترة تحمل في طياتها الكثير من المشاعر المختلطة للجمهور الجزائري، إلا أن الأمل كبير في الجيل الجديد الذي يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على تركة أعمدة الخضر صناع أفراح ملايين الجزائريين. وبهذا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى طي أوراق النشر إلى التذكير بأبرز العناوين. إنزال وزاري في ملتقى الزراعات الاستراتيجية وتحسين السلالات المحلية بولاية عامة يترجم الاهتمام بالفلاحة الصحراوية. مديريات السكن تشرع في اختيار الأرضيات الخاصة باحتضان مشاريع سكنات برنامج عدل 3 الذي ستنطلق التسجيلات به يوم 5 جويليا المقبل. في الرياضة تميز عهد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بالاعتماد على الدماء الجديدة وإعلان نهاية عصر الكوادر التقليدية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير.